طيب في دور ال 32 ان شاء الله في كاس مصر النادي الاهلي سيلاقي منتخب السويس، وفي دور ال 16 حال تاهل النادي الاهلي هيلعب النادي الاهلي مع الفائز من الداخليه واسوان، وفي دور الثمانيه في حال ايضا تاهل النادي الاهلي هيلعب النادي الاهلي مع الفائز من مواجهتي المصري وبترول اسيوط وحرس الحدود مع غزل المحله. اما اذا نجح النادي الاهلي في الوصول الى الدور قبل النهائي دور الاربعه الاهلي هيلاعب المتاهل من المواجهات الاسماعيلي والنجوم وسموحه والو ايجيبت وامبي ولافينا وفيوتشر مع طلائع الاسطول. دي المباريات اللي هيلعبها او دي الفرق اللي من الممكن جدا ان يقابلها النادي الاهلي. الحقيقه انا شفت في منتخب السويس النهارده تعليق ليهم على في الجول اعتقد بيتكلموا على انه رئيس منتخب السويس بيتكلم على انه حظه ان هو هيقابل النادي الاهلي. قال لك السؤال اللي كان بيتسال ان من الممكن ان تحدث المفاجات، قال لهم المفاجات ممكن تحدث في الكاس فعلا ولكن مش مع النادي الاهلي. لا خلي بالكم انا دايما بقول هذه الكلمه، اي مباراه بتبقى 50-50، اي مباراه 90 دقيقه والاقوى والاهم والافضل في الملعب هو اللي بيكسب. اي مباراه في الدنيا مهما كانت الفريق بيلعب فين ومهما كان الفريق الاخر اقل منه او في درجه ادنى او في درجتين ادنى مفيش مشكله، طبعا هناك فروق وكل هذه الامور، ولكن في النهايه كره القدم لا تعترف بالاسماء، كره القدم تعترف فقط بالمجهود وخبره اللاعبين جوه الملعب وخبره المدير الفني وكيفيه قيادته لهذه المباريات. ليه بقول كده؟ لانه طبعا النادي الاهلي الاكبر والاهم والاعرق والافضل وكل شيء في مصر وفي افريقيا مش بكلامنا ولكن بالارقام والنتائج، ولكن تظل دائما كره القدم متعتها في كده، حلاوتها في كده، ان انت ما تبقاش عارف مين اللي ممكن يكسب ومين اللي ممكن يخسر حتى الوقت الاخير من عمر المباراه. عموما دي كانت كل اللي هنتكلم فيه النهارده لانه عندنا ضيوف وعندنا كلام كتير جدا نقدر نتكلم من الناحيه الفنيه على مباراه الاهلي والزمالك والرجاء وكل هذه الامور. وبعد كده هنتكلم ايضا عن او خلينا نطلع نشوف تقرير عن قرعه دور ال 32 في كاس مصر ومندوبين الانديه قالوا ايه وكل هذه الامور. وبعد كده نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هيكون معانا في فقرتنا الاولى النجم الكبير كابتن احمد عادل في ضيافه البيت الكبير. شاف القرعه عادله يعني فيها شفافيه طبعا، تقريبا فيها تقسيمه الفرق اللي صاعده والفرق اللي من تحت والفرق الكبيره، لا انا شايفها طبعا قرعه عدل. مجموعه سيراميكا كليوباترا من مجموعه قويه وقع مع نادي الزمالك، هنقابل اول ماتش ديكيرنس من الفرق اللي تنافس على الصعود للدوري الممتاز، فرقه قويه، مدرب محترم، فرقه محترمه، وبالتوفيق لكل الانديه ان شاء الله. وماتشات الكاس دايما معودانا ما فيهاش كبير ما فيهاش صغير، برضه مجموعه النادي الاهلي مجموعه صعبه بس النادي الاهلي معودنا انه ما عندوش مستحيل، ما عندوش حاجه صعبه، النادي الاهلي ما بيفرقش معاه اسم ما بيفرقش معاه اي حاجه. بطوله كاس مصر هي فرصه لكل الانديه انها تلعب عليها، فرصه لكل الانديه انها تاخد بطوله زي ديت، لكن ان شاء الله باذن الله احنا وقعنا مع المحله، ان شاء الله باذن الله عملنا معاهم ماتش كويس جدا في الدوري الممتاز، فان شاء الله باذن الله نعمل ماتش كويس ويكون بطوله كويسه لكل الانديه في مصر. طبعا القرعه النهارده احنا جايين باهداف معينه، احنا ترتيبنا الاول في مجموعه الصعيد فجايين باهداف موجوده، جايين اللي احنا عندنا المرحله الاولى اللي احنا نبقى الاول ونصعد للدوري الممتاز. الفريق انشاؤه تاريخ جديد سنتين ونص فقط، صعدنا من الرابعه للثالثه، اشتركنا قبل كده في كاس مصر مع قابلنا نادي الاسماعيلي واحنا في القسم الرابع، قابلنا نادي بيراميدز واحنا في القسم الثالث، بنلعب نادي انبي طبعا ده فريق محترم جدا دلوقتي اللي احنا لعب نادي انبي في ظروف اللي احنا بننافس على الصعود في الدوري، فاحنا الاثنين مرتبطين ببعض. اتمنى ان شاء الله ان احنا نوصل دور ال 16 وعندنا لعيبه كويسه قوي ممكن كمان ان شاء الله يقدروا يعملوا مفاجاه ويكسبوا نادي انبي ونلعب مع نادي انبي مباراه كويسه ونقدم مباراه كويسه عشان بعد كده نفكر في الدوري كمان. والله احنا مش باصين للمجموعه قد ما احنا يعني باصين للماتش بتاعنا، احنا وقعنا مع فيوتشر
طبعا مصر كلها عارفه فيوتشر فرقه عامله ازاي، بقت تنافس في الكونفدراليه لغايه اخر لحظه، وهي حاليا وصيف الدوري المصري بعد النادي الاهلي مع جهاز فني زي كابتن علي ماهر وجهازه. فالمواضيع كلها شارحه نفسها يعني، ففرقه قويه جدا ومواجهه قويه جدا هتكون مع النادي عندنا، بس احنا يعني مستعدين لابعد الحدود. النادي الاهلي برضو نادي كبير جدا، ما حدش يقدر يقول حاجه اكتر من كده، ما بيحدش بيزايد عن كده. فيعني هو يفضل دايما هو ونادي الزمالك المرشحين اللي يعني اول المرشحين للبطوله ديت زي السنين اللي فاتت كده كلها.